في أول نشاطاته في السويد، نظم فريق ملهم التطوعي فعالية حملت اسم عش كلاجئ بدقيقة واحدة، وذلك وسط مدينة غوتنبرغ لتسليط الضوء على حياة اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء. تفاصيل أكثر في تقرير الزميلة يسار لبة. عش كلاجئ بدقيقة واحدة هو عنوان الفعالية التي نظمها شباب وشابات فريق ملهم التطوعي الذي نشط مؤخرا في السويد، وكان هذا النشاط باكورة أعماله. فقاموا بإحضار خيمة من الحدود السورية الأردنية ونصبوها في واحد من أهم شوارع مدينة غوتنبرغ، ودعوا الناس إليها لكي يشاهدوا فيديو بتقنية متطورة عن حياة اللاجئين السوريين في دول اللجوء. نحن فريق ملهم التطوعي، فرع السويد، هو جزء من فريق ملهم يلي تأسس في عام 2012 بالأردن، واللي كان هدفه الأساسي مساعدة اللاجئين السوريين بمخيمات اللجوء وبدول الجوار وحتى بالداخل السوري. اليوم نحن بمدينة توتبور السويدية عاملين نشاط الهدف منه لفت نظر الشعب الموجود هون عن معاناة اللاجئين الموجودين تحت بالمخيمات، بأنه نحن نجيب خيمة لعالم موجودين بالمخيم نفسه ونورجي العالم بفيديو واقع افتراضي كيف العالم عايشين تحت. بهدف التعريف بتفاصيل حياة اللاجئين السوريين في المخيمات، قام فريق ملهم التطوعي بهذا النشاط الذي لاقى إقبالا من الجانب السويدي، والذي وبدوره أبدى تعاطفه مع اللاجئين السوريين. الهدف الأساسي أنه دائما السويديين أو العالم بيسمع عن لاجئين لاجئين لاجئين، بس الحكي أحيانا ما بيوصل الشعور بالضبط شو يعني لاجئ. فالهدف الأساسي من الخيمة هي أنه يحسس العالم كيف اللاجئين اساسا عايشين، خاصه بوجود الفيديو اللي هو 360، يعني الواحد اذا طلع وين ما كان رح يلاقي الخيمه بس. فهي بتعطي شعور اكثر، خاصه انه الشعب بحس انه هو اوكي وضعهم صعب، نحن لازم نسوي شيء مشانهم. وفي بادره جديده من نوعها في بلد جديد، يبذل اعضاء فريق ملهم التطوعي فرع السويد ما بوسعهم لنقل صوره الواقع الذي يعيشه اللاجئون السوريون في المخيمات للشارع السويدي، والتعريف بمعاناتهم التي بدأت منذ 6 سنوات وما زالت مستمرة إلى الآن. من هذه الخيمة التي أحضرت خصيصا من الأردن وبهدف التعريف على حياة اللاجئين السوريين في دول اللجوء، يحاول هؤلاء الشبان إيصال رسالة مأساة اللجوء السورية إلى الشارع السويدي، عساها تغير من الواقع شيئا. يسار لبي، أورينت نيوز، غوتنبرغ. وللمزيد ينضم إلينا محمد عصام، عضو فريق ملهم التطوعي من يوتبوري. أهلا فيك من غوتنبرغ، صح؟ صح. أوكي، أهلا فيك محمد. اللغة السويدية. يعطيكم العافية أول شيء على شغلكم كلياته بفريق ملهم التطوعي من وقت ما بلشتوا لهلا. لو بتحكي لنا عن ردود الأفعال عن الخيمة اللي عملتوها بغوتنبرغ. هلا فكرة الخيمة مثل ما سمعنا وشفنا بالتقرير يسار، انه كان الهدف الاساسي منها هو تسليط الضوء على وتعريف المجتمع السويدي او الاشخاص الموجودين بالسويد عن كيفية شو شعور انك تعيش بخيمة، شو شعور انك تكون لاجئ بمخيم. الاصداء كانت كثير حلوة ولقينا اقبال كثير من الناس اللي كانوا ماشيين، كونه نحن وضعنا الخيمة بمركز المدينة، مركز مدينة توتبوري، وهو أحد أكثر الأماكن المزدحمة بالمدينة. ورغم أنه كان اليوم هو يوم عطلة بمدينة يوتبوري فالحركة أخف من كل مرة، بس رغم هالشيء كان في كتير إقبال من الناس اللي حبت فعلا تجرب شعور أنك تكون لاجئ لمدة دقيقة وهن عايشين ببلد صار له 200 سنة أو يعني أكثر. يعني بس لو بتعرفنا عن نسبة اللاجئين اللي عايشين بهي المدن ويعني انطباع السويديين عنهم لحتى انتم قررتوا تقوموا بهي يعني بهذا النشاط هناك. هلا مدينه توتبوري السويديه هي ثاني اكبر مدينه بالسويد، وهي واحده من اكثر المدن اللي بتضم سوريين، اللي بتضم اللاجئين السوريين على وجه التحديد. في اكثر من حوالي، ما عندي احصائيات دقيقه، بس في حوالي 50,000 لاجئ سوري موجود في مدينه يوتبوري، ونسبه اللاجئين اللي عم يساهموا للمجتمع السويدي من السوريين كبيرة جدا في هاي المدينة. يعني
بتشوفي كثير مشاريع، كثير نشاطات، كثير مبادرات عم يقوم فيها السوريين الموجودين هون نعم لاغناء المجتمع السويدي، وكمان للتذكير بالقضايا السوريه سواء بما يتعلق بمواضيع الثوره او حتى بمواضيع معاناه اللاجئين. طيب محمد، انتم هذا اول نشاط لكم بهي المدينه يلي انا ما بدي اذكر اسمها، ضعت بين الانجليزي واسمها يوتوبوري ولا غوتنبرغ، غوتنبرغ اللي بدك اياه. عم تحضروا لفعاليات ثانيه محمد، وصحح لي اسم المدينه. هي غوتنبرغ باللغة الإنجليزية، بس نحن بالسويد باللغة السويدية نلفظها يوتوبوري. طيب، فأحب هذا الاسم يوتوبوري. على أي حال، موضوع الخيمة كان أول نشاط خارجي لنا، أنه نكون على تماس مباشر مع السكان اللي ماشيين بالشارع، وأنه يعني نعطيهم هذا شعور الصدمة، أنك أنت تشوف خيمة رثة بمكان كتير راقي ومكان كتير مزدحم بمركز المدينة. نحن سبق وعملنا ندوة تعريفية بفريق ملهم بأحد الجامعات هون، ودعينا عليها منظمات وأحزاب ونشطاء لنعرف مين فريق ملهم وليش فريق ملهم. نعم، وين عندكم نشاطات تانية غير بالسويد بأوروبا؟ هلأ فريق ملهم هو منظمة مرخصة رسميا بفرنسا وبالسويد، وفي عنا عدد كبير من المتطوعين منتشرين بأوروبا، في بألمانيا مثلا، ببلجيكا، حتى بكندا وأمريكا. بس النشاطات هو الفكرة أنه في الأشخاص المتطوعين الموجودين هون يعني منتشرين بمدن مختلفة، والدول اللي هن ساكنين فيها كبيرة. نعم، فتصير صعوبة بتنظيم النشاطات. بينما نحن بمدينة يوتوبوري يعني صدفة لقينا حالنا وتجمعنا لنفس الاهتمامات، نفس الأهداف، وكوننا فريق ملهم. طيب، الأعمال التطوعية لفريق ملهم اللي عم تعملوها عم تكون بتخص اللاجئ السوري اللي وصل من جديد على دول أوروبا، ولا ممكن تكونوا عم تسافروا وتعملوا أعمال تطوعية ببلدان تانية؟ هلا هو الاساس، الهدف الرئيسي من تاسيس فريق ملهم بالبدايه كان مساعده اللاجئ السوري اللي اضطر يترك بيته ويقعد بالخيمه. فنحن الهدف الرئيسي من تاسيس فريق ملهم بالسويد هو انه انا وعدد من رفقاتي اللي موجودين هون لاحظنا انه الشعب السويدي مهتم جدا بموضوع اللاجئين السوريين، وحابب يساعد بطريقة جديدة غير الطرق التقليدية، انه مثلا يتبرع للهلال الأحمر او الصليب الأحمر او الـ الأمم المتحدة. بده منظمة تكون موجودة على أرض الواقع، فهمان الوضع بشكل تماس مباشر مع الأشخاص الموجودين تحت. وهذا الشيء اللي نحن عم نحاول، لهذا السبب نحن عم نحاول نوصل لهم مين فريق ملهم ليفهموا الفكرة. شكرا كثير لك محمد عصام، يعطيكم العافيه، لكل فريق ملهم التطوعي وين ما كنتوا موجودين، وانت شخصيا كنت معنا من يوتوبوري.